احنا اليوم في واحد العرس، واحد الاحتفال اللي كتشهدوا النقابه الديمقراطيه للنقل، واحد النوع ديال الاحتفالات اللي هو غيكون حداثي تحولي بالنسبه للنقابه الديمقراطيه، بالنسبه لسائقين السيارات الاجراء وجميع السائقين الاجراء والمهنيين. احنا اليوم كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء لحضور المؤتمر الوطني الثاني العادي للكتابه الوطنيه لقطاع السيارات الاجراء. يعني هذا اليوم كنشوفوه بانها انطلاقه حقيقيه لقطاع السيارات الاجراء، ماشي نقول داخل النقابه الديمقراطيه للنقل، ولكن على مستوى قطاع سيارات الاجره. لان اليوم كناخذوا على عاتقنا الدفاع على السائق المهني المزاول. الحمد لله، يعني جميع المكونات والاطر ديال النقابه الديمقراطيه للنقل قطاع سيارات الاجره عازمه على انها تدافع على السائق المهني المزاول. جينا هذا المؤتمر الوطني الثاني ديال الكتابه الوطنيه قطاع سيارات الاجره، وهو عرس كبير الحمد لله اللي تحتنا الفرصه باش نتعرفوا على الاخوان ديالنا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهات ديال المغرب وجهات المملكه كامله. وان شاء الله كنتمنوا هذا المؤتمر يدوز في احسن الظروف، ودائما نضال من اجل السائق المهني، وحنا مع السائق المهني اينما حل وارتحل.